الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. استمرار تعثر الزمالك بعد هزيمته من الوداد برغم تغيير المدرب، وفقد تقريبا فرصته في دوري أبطال أفريقيا مع قرارات قوية وصعبة من المدير العام لنادي الزمالك. أحداث كتير حصل بعد المباراة هنستعرضها سوا على موقع صدى البلد، فتابعونا. سقط الزمالك قدام الوداد المغربي بهزيمته 1-0 في اللقاء اللي جمع بينهم امبارح في استاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. خرج مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا بعدها بالعديد من القرارات النارية عقب الهزيمة، أعلن فيها عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أنجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. كمان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمود علاء قدرها 200,000 جنيه للإساءة للجماهير وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم. أكد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه هيكون خارج بطولة دوري أبطال أفريقيا للأسف، ووضح أن الأبيض متبقي له بس مبارتين، وفي حال فوز فريقه في المبارتين هيكون برضه من الصعب عدم حصول بيترو أتلتيكو على أي نقاط. قال فيريرا كمان ان الموقف مش مرضي لجماهير الزمالك ولا للنادي، والزمالك ما خسرش البطوله النهارده، تخسرها من قبل كده. وقال انا ما اعرفش اساس المشكله ايه، ولكن اللي شفته ان اللعيبه بره المباراه من الشوط الثاني، لان الزمالك كان افضل واكثر تنظيم الشوط الاول، وان تسجيل الوداد لهدف دليل على ضعف صفوف الزمالك، ان هو استلم التدريب بقاله بس 3 ايام ودي مش مده كافيه انه يعالج فيها السلبيات. وقال مباراه بيترو اتلتيكو اللي جايه ليها وشين، الاول ان مفيش اي ضغوط على اللاعبين ويعرفوا يلعبوا بشكل كويس، وفي حاله تقديم اداء سيء في المباراه اللي جايه هيكون دليل على وجود مشكله تانية. واضاف ان كل اللاعبين سواسيه، سواء كان اللاعب مستواه كويس ام عنده عروض من انديه تانية، والفيصل بالنسبه له هو التدريب. ووضح كمان انه قام باستبدال زيزو من المباراه لانه كان عايز تنشيط الجانب الهجومي والدفع بلاعب بيلعب بعنف، وانه عارف زيزو من ايام ما كان بيلعب في البرتغال، كمان عارف انه يعلم جمهور الزمالك بيسعى دايما لتحقيق البطولات. واختتم المدير الفني تصريحاته وقال طريقه اللعب بتخص المدير الفني، بس اللعيبه هم اللي بيساعدوا على نجاح طريقه اللعب، وانه تابع تقارير لمباريات سابقه وجد ان الزمالك كان بيلعب بنص الفريق دفاع وباقي اللعيبه هجوم دون وجود خط نص، وده اللي اثر على الفريق وجعله يبتعد عن صداره المنافسه. طبعا صعود الزمالك امر صعب جدا وفرصته ضعيفه ولكنها موجوده، زي انه لازم يكسب المباراتين اللي جايين وهزيمه بيترو اتلتيكو في الثلاث مباريات اللي باقيين له عشان يضمن التاهل، وده طبعا من الامور الصعبه ولكنها ما زالت في الحسبان. كل التوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي سواء كمل في البطوله او ما كملش، ولكن كالعاده انا احمد دياب وانتم على موقع صدى البلد.